إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدا ولا الله خير الله السياي علاميين إن شاء الله تعالى وحين كهل دونا عاوة انت إلهي نققران سيو مع سيادة يردبا تضع إلا دهي مع سيادة إيا خطرت ولا ليال كسغن إيا روحة إيا مجتمعة أي أوكي سنسو قودهان إيا قارهان با مع سيادة ولا ليال وحويا ووحا إلهي كافوغيا حلك طاعة أي تيوح إلهي كودوية معصية ولا ليلوات أرساق ضباب بإسا حلك طاعة أي بركيسو أرزاق ضباب أي بركيسو معصية واتكاهر جوكستا رزقي إلهي إلهي كسين لها أمبك الله كسين لها أما لغو بركين لها أمبال لغو بدين لها حلك طاعة مركز طاعة التي ما دبي إلهي مخرج يمل آنت كفلان إن كاسين يا أرزاق دي معصية ولا ليال واتا نوال أينو إغنى ببلشدة يمو أفراد انتبه ولا ليال نباته وطهي معصية ولا ليال واتا إلهي كافو قيسا آخرنا وحي السبب كوغو النقطة عدد إلهي إيا عقابك إلهي إيا إنا ضناركم متيسطو إلهي هينك بدبادية سيدا أوجد معصية ولا ليال خطر تيدا إيا شركيد آد يا آد بوي إن لا فضل يستنى معها روح كستو أو عقل له أما علم له أما مسكح دي سسانو استعمال إيانا ممو كان أرنكا إن أي معصية وين تهي إلهي اللي قفل لقوبا وحيسك وافقي رمان شرائع دا إسلام كأوردن قديما وحديثا إلى نبي آذن إلى نبينا محمد صلوات الله عليهم معصية ولا ليال أقسام تيدي أن واحد يدو هبك لدوان آذين إلا أن أقسام بي الله ذهي أو أنواع بي الله ذهي هبك لدوان آذين هكا لدوان آتين كل جد سيدا أردن تاي شروي معصية وحي كاكوامان تاي حمام بي كاكوامان تاي إيه بلايو هبك لدوانات الدرجة ديدو إيه شرارك عاي الله دهي هبك لدواناتو هكا لدرجة هو سيستو أو طوير إيه طردحا إيه طمو بقادة انت وهيالته سيدي أردن تهي والا ليان شروي وينات الدنوب تا إيه شركي دانا وحكا غفلان إنا إلهي كوكونا عايو كل قد معصي الله تمادو إلهي كوكونا عايا قلبي جينا برمدو بيكونا غنصا مركاد معصي الله تمادو إلهي علاد بايدن كرد حيسا إيا غضبا كمغرانا سايدن كرد حييا ووكو عروني معصي الله تمد أوجد مركز طوو ولا الله يلأدون كو معصي الله يمادو إلهي وكفوغانا يو حق إلهي وكسيطور كيا مركز طوو إلهي ومعسيه ولي مادا انتي دون طبا هلكاتي أدون كاس إلهي وتقدر كيا هلكا كل كل لي مادو
طاعة يا خير لي ما دو إلى هاي وكش علانا يو إلى هين وقول دوانا يو. ولذلك سيدا أوجد أي معصية نقطي تو إلى هين عبي هاي طاعتنا حق إلى هين لأي نقطة من لقتش علي هاي. سيدا مركي ولا الله يالتهاي وحي نقوى شبا إني نكفق أنه معصية أو إنه كتحذرنا قولا وفعلا واعتقادا أنت بولا لي لأن نسكيل على إنه هذا فعل من فعل لقسم أيه جوارح دتاي من عرب لقسم أيه هذا تاي إياه من قلبك أيه كت على القضاء أين لابد كت على القضاء أنت بهذا تاي وحي إنه جوا شبا إني نكفق أنه أو إنه كتحذرنا تيدير إياه تيدوين بقى سلفكي أمتنا ينقه الرئيوة واناك سنة ولا اللي المعصية ده وي وينين جرونوك تهدو وي كوينيد حبيراته انتهي دون طبا حلقاته لكن يقا اكتو ده وي كوينيد ومركز دون يرو خلده كردعو آد بي وقا قبن جرين وي وقا قلقلن جرين بلا انو اغنو أصحابي قلالا أنس ابن مالك وحوك انت النبي محمد عليه الصلاة والسلام أما قعن يري النبي محمد ها تمان كسنة نبي قول شقينا اي وحولي اي هاي استقو امت الله الله اي انكم اذنكم لتعملون اعمالا اذنكم واحد سمينا سان اعمال هي ادق في اعينكم من الشعر حقا اركتدين اذن كلافضد او اذن كلاير تنتاتمة حبتنا وح اي اذنك اذن كلافضد هاي ان كنا انقنا وانحانو هاين لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات وقت جي عهد جي النبي محمد وحن وهين شيء غير إذنك أكتين نكير وقت جي عهد جي النبي وحيالها ووين إلا جوها لا يكسمو الموبقات بمعنى المهلكات وحيالها ووين إلا جوها لا يكسمو أما وحها لاجا النار تروح السبب كل نقطة أنو أهينك وكتريا أيا إذنك أكتين وحي إذنك لفظ ضهي تنتمه النكوية الله أثر كأوحى لبخاري بمعنى صحيح هو بخاري أثر كأورين أيوم أما أولي مقالة أصحابك أوليه وقال بلال بن سعيد رحمه الله وحليه تابعك السنة لا تنظرها إيجن في صغر الخطيئة تنبقاتك شيء رانتي سها إيجن تم بجناد كشيء يرانتي سها إيجين ولكن انظر واحد إجتا من عصيت عدات كعاصي جرودي أما عدات عاصي داي أما عدات كوق عاصي داي إج بولي تم بجها إيجين إلهي إج إلهي أجوينا يكو أبوري إن كو أقلينا كودي داي إلهي أت كهرتمد إلهات كوق عاصي داي إلهات كعاصي جرودي إج إها إيجين تم بجها يرانتيس وهذا كان نوح ويان كهمس بن الحسن رحمه الله تعالى اسنو يقول وحو ليهي أذنبت دنبا وان دنبا بلول وأنا أبكي عليه منذ 40 سنة دنبا مركي آم دنبا بي لقد صوب بالعبا مالكا دنبا آم قلي إلى 40 سنة أيان أوقي وقوياي فلا توفر صوب وحو ليهي دنبا آم قلي كل كيان يسوع هذه إن أنتم بكل عي كحمانا كحماه يتي قد يجوها يتم بجاسي أفرتن سندود بن أوياي فلقلقب صو أفرتن كاسانو وحدم بيوكله دموجلي حبط عيرا كرنا عليه أوجد بوأوياي إنكو مالنتي بمسكور بينو تنبابنا مالنتي يهبين كل عرك أفريا لواتن كيسا عدود با إم مسكور بينو إلهي كوك عن صيرنا بل هذا فرصة أفرتن كاسنا وحكا أوياي كهر تنبيارو كلي بل تنبيقانا عينو ايقن تنبيقانا بل هذا انتو ليكي هاي منو قيل واحد لقولي وما هو يا عبد الله وادون كي إله هذو تنبيقا انتا أفرتن كسنا هذو أوي سمحو أها قال دبيتنا وحو لزاراني أخو لي ولا الآن لاي هاي أيا إصاب بوقضي بولي طبعا فاشتريت له سمكا كلهم بانو سويبي فأكلت طبعا وحبوك عمري ثم قمت وانوك عيبولي إلى حائد قدار بانوك عي
شاري شار كيغو أولها كدار شار كيغو أولها أيان حقي سوك عايو فأخذت منه قطعة طين وحن كسوقا ذبولي إن يرى الروباء قبل يرى الروباء كدار كي شار كيغا كسوقاتي فغسلت بها يدي قعنت إذا يدي قعنت إذا دبيتناكم ما يريبولي روباء يرى إذا كسوقا ذي كدار كشار كيغا أيان دبيتنا قعنت إذا كم يري تم بيقان قالوا كابولي يفرد سنكران لو أيي فلا طول على يلا فرسو فلا طول فرسو ولال كي باي مدبر المؤمنين تويس الزيارة تاني سقى يصاب بقنا عيا ولال كاسي أما كوا إن صباها هذا أما كي إسلام ككوتونا بها هذا سيد عادة الإسلام كلاجوا يقنوان سوريا يو كلهم بنو سمي مسلم كو واكي صاب بقدا كلا صاب بقدا أنا وحق له يقول لي هاي أما وانا أحسن إن واجب كيس كرتوا روح عن صاب بقدي تين وساقنا عسومات أصمايو يوحيو هلي كرايو كلهم بنو سمي ما شاء الله كلهم كمركم عناي دبتنا كدار بانو كعيلن وفرح الوقا هذا يرله تدكم مي هيسن تيرن يو صابونا هن يو وحن مي هيسن عيدا إلهي أو كبا وانا أحسن كبا جوين أو أيام حق يدو كعيبول كدار شار كي يقول لي ياهي أيام حق يسوا كعي إن يرون دوبا عنك سوقات تاسان ديتنا قعمه يقول كميري إذن لآن تا أنون ولال كي أما شار كي كا إذن قادن كدار كيسي دوبا دير كسوقات أو جيد أيام تبتنا قرتبول إنا خلط كل عي أفرتن سندود بان انتهلو أوي بالله عليكم ولا علي البرا توفير صدا هل كي نقو مانتا كدير يرد كسوقا دي دايو لولدن اينو كالقادنو بيردن لكالقاد ايو كريردن لكالقاد ايو ودوين ليسكو دوا ايو انتو ودوين لقد دوا هالكو دي عيد كلا لقد دوا ايو بلها توفير صو واي هي هكذا كانوا صالحون يحاسبون أنفسهم ولا يستحقرون الذنب ولا يستحقرون الذنب سداسي ولا ليلدد كيوما وناكسنا أهاين كوان نفوضو حسابيا تنوب تنمى يريسنين وإن قال الله بيراته دكي ونواناكسنا سلاسي هايانو نفهو ديو حسابين ايين وهبيراته وحي اي قلاننا اينا يريسنين سببتو حاييلي اي سلاو سمين ايان نفهو دي وحكوينا الهي باكوينا سبحانه وتعالى اوهنتن ايا عرقتنا بعيدك وحا اركا ايا روحا الهي قلبك سكوين ايهي حد بين تقلبك أقو إلهي وكيهي أيوم بعض حمارنا إسكال على سا ونقنا الله تماطا عد حالك يسوس إذا سئي تهي إلهي أكتيس كوين يهي تنوب تنوب أكتيس ويكوين على سا هذه إلهي أكتاد كوين هذا عبس إذا إلهي كوين أتو ذنب جونا وكوين أنا يا طبعا تنوات إسكال على نصا ولا الله يال تنوب توحي الله ذهي أما معاصره أقسام بين الله ذهي سيد علماء أي لهذه الإمام ابن قيم رحمه الله إمام كمنا ابن قيم إله النحريس تيوح ليه هي أصول المعاصي نوعان أصل كهلك كسو بقلنتا أما يكسو أنكنتا أما يكسو أبقاشا معاصره أصل كيد والله بنو هلك كسو بلانتا مرك أهر ريسوا والله بنو ترك المأمور وحي الله اسفري أولا قطقو وفعل المحظور إيا وحي الله اسكو دي دي الله سمعيو إلا الدين تبا والله بضابا كبه كيدوبا إما وإما وناك إيا حمانتا وحكرد حيا مجرو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حلال إيا حرام حمان إيا وناك حق إيا باطل ولا توفيرسو وصداسون واتكنستي دبتنا قال يا مسلم آخر الله بلا فيل بلك قال يا فريق في الجنة وفريق في السعير من مرافقة الدنيا ودحية ليسك مرافقين ليسك قالوا دم بآخر كبيرة يا صدح ما صوب حيان صدح لين ما صوب حيان أما صدح قومه والله بلا قوم الله بلا أنا واحد لقوم متيسنا يا هتبرو حقوق وهلكن الدنيا كبرتو مرك أهر سمع سيد مرك واحد كسب بلا منتهي وحي الله يسفري الله قطكو iyo wixii la isku diiday oo la sameeyo bal aad ugu fiirso hada waxa la ino diiday waa wax iska bayar waxa la ino diiday waa wax iska bayar marka loo eego waxa la ino xalaaliyay mid bal u fiirso intii xumayd oo iska bayar
ayaa laynoo diiday. Waxa laynoo xalaalay wixii wanaagsanaa oo badan. Haddana shaytaan baa meesha marayo, naf waxaan u xayaysiinayo calanka u qaadayo, tii wanaagsanaydna wuu ka garanaysaa xumaan buu ugu tilmaamayaa, tii xumaydna wanaag buu ugu tilmaamayaa, wuu kala dabarogay. Marka labaadna waxay u qaybsamaysaa afar qaybood. Tan ugu horeysa xumaantiibaa afar qaybood u qaybsamaysoo ninba dhan bay kaga imanaysaa, ruuxba dhan bay kaga imanaysaa. Waa adiga arkay ummadihii naga horreeyey gaalnimada mid walba waxbaa u dheeraa, iyadoo gaalo ah haddana dembi baa u dheeraa, qaar iyagoo gaalo ah sixir baa u dheeraa, qaar iyagoo gaalo ah hunguri weynaan baa u dheerayd iyo kafadda oy nuqsaamiyaan iyo miiska, qaar iyagoo gaala waxa u dheerayd macsiyadii lawaadka iyo ragga oo xagga dambe wax laga dayo. Sidaa awgeed ayaa waxay macsiyadii kaaga imanaysaa, kolba gees bay kaaga imanaysaa, kol waxay kaga imanaysaa ruuxii boqorka ahaa ama madaxda ahaa, way halkaasay u soo raacasaayo madaxnimadkii iyo meeshan wahayuu ka madaxda ahaa ayuu shaytaanku wax kale isku tusayaa. Dabeetana xilkii uu hayay ayaa wuxuu u adeegsanayaa xumaan. Xumaantaana waxaa ka mid a inuu ruuxu isku qaato ama uu u banbaxo wax aanu shaqaba ku lahayn oo sifaadkii ilaahaya, isagu uu isla arko inuu dadkanba agtiisa ay ku yaryaraadaanoo isna martabad ka sarraysa ama tii ilaahayba uu isgaadhsiiyo. Waaba sidii Fircoon sameeyey, uu qaato dabeetana rubuubiya, sifadii ilaahay lahaa ee rubuubiyada ee rabbinimadka ahayd inuu qaato uu arko dadkan bayna isagu rabbi u yahay. Waa sida weynaanta iyo kibriyaaga iyo jabaruudka iyo magaranaysa dirqinta, intaabay waa sifooyin ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. Dabeetana ruuxu waan dha ku garaadlo, diinna male, caqli wanaagsanna male, marka madaxa laga dhiga xil yar loo dhiibo wuxuu u arkayaa ama xilkii uu adeegsanayaa sidaa xun buu adeegsanayaa. Xaggaasway dabeetana macsidii halkaasay dabeetana u soo raacasaayo, dabeetana wuu ku soconayaa, haddii aanudku ka toobad keenina dabeetana uu halaag ku galaayo. Dadkiibu u arkayaa inuu agtiisaba iyo khalqigaba u arkaya addoommo iyo wax lamid ah iyo wax isaga ka hooseeya. Xaggii markaa maamulkii iyo madaxnimadkii bay macsiyadaasi ayay taasi sabab ugu noqotay. Tan labaadna waxa weeye waa macsiyada amba dembiga shaytaanigaho ruuxii bilaa aadankaaba wuxuu qaadanayaa markuu diinti iyo xaqi ka leexdo sifadii shaytaanku qaadanaya. Ilan waa allayaqaankana ilaahay baa hogaamiya, oo wadadii ilaahay markuu maro, wadada ilaahay markuu qaado ilaahay baa garwadaan ka ah. Kacaasigiina markuu ilaahay diido uu wadadii xumeeda macsiyada maro, shaytaan baa garhka qabanaya, dabeetana wuxuu qaadanayaa sifadii shaytaanku qaadanaya. Ficilkiisu waa ficil shaytaan, dhaqankiisu waa dhaqan shaytaan, hadalkiisu waa hadal shaytaan, muuqaalkiisu waa muuqaal shaytaan. Bal u fiirso adigu, hadday tahay xaggii xasadka, shaytaan baa xasadka uu ka ah, ruuxii raacina xasadkaasu isna ku raayuu isna yeelanaya. Xadgudubka, qishka, xiqdiga iyo uur xumaanta, khidaaca iyo dagmada, shirqoolka iyo macaasiduu dadka u wanaajiyo, macaasiduu amro isla markaana u xayaysiiyo, iyo wanaaggii iyo xumaantii uu ka hor joogsado ayuu dabeetana ku dhakacayaa ruuxii. Waana shaqadii shaytaanka. Shaytaan shaqadiisu waa maxay? Waa xasad. Ilaa wuxuu xaasidoo ilaahay isku seegeen hal sujuudu u sujuud ayuu diido nebi aadan u sujuud la yidhi, saan ugu sujuudaa buu yidhi, mid dhooba laga abuuray anigoo layga abuuray dab, saan mid dhooba lagu abuuray uga sujuuda. Halkaasuu xaasidnimadkii iyo kibirkii ka bilaabay. Haddaad xaasid la timaada waxa ku xigaana waa xadgudub iyo baqi weyn. Waxay sii dhashaana waa qish. Qishku waa xaq iyo baatilkii oo laysku daray, waa caaniyo biyihii oo laysku daray, dadkii oo laguskuga daray wixii laga iibinayay oo loo barxay, ama caaniyo biyo ama caaniyo subag ama subag ama malab iyo layskugu daray sonkor laysku walaaqay ama raashin xun iyo raashin wanaagsan wix aan laislahayn oo laysku daray, dabeetana wax saxa ummaddii looga dhigay. Waxaa ka mid ah dunuubta shaytaaniga
حقدي حمانته إن أورك وحليس وهايو ودي ذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام بون النهي إن قلبك وحليس وهايو ووحيري إن الله لا ينظر إلى صوركم وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى الحديث إلى هاي جرّك إنما أجو يسورة ذهنا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم قاب كادو سمي سنتين يجرّك إنما أجو لكن وحيك قلوبتين يعملكين هل كإلى هاي طالع أنا يا وقلبك حديث قالنا النبي يقول حكورها ما لك استوى سنين أيه ما لك استوى خميس أيه عماش وما طيد الله يبند كاتب تنا وحنا هلا إياد الله دم بالضافي إلا الله بدي وحسكوا هي مويان علاش وحسكوا هي مويانه ملائكة إلهي كم صح لها أي إلهي كورنا يا أتركوا هذين حتى يصطلحا لبدا إسكت داية تنبيه أدايا إلى أنت كهشين إياه واي مركا روح مؤمن كي إنه روح مؤمن كاكلا قلبك وحقوها يمها حتى حتي كان تابا يكمر من ويدبا سطع شيء كل نافي خداعة وحكم إذا رغن كالشيطان كتقمضة تقمض هو فعل الشيطان أو شيطان هي عدة عذيبة له هي شرقولك هي معصي الله يسمره شيطان وح كفر يا ومعصي ونكو قرحين يا سيدا أو جد بقول معصي ده كو قرحيه أيا وعكس يود بالرجال يهيو طاعدي ونا جينا فرقو كفر فرحم وكو صار يا يضينا وكو عاية يا وكو نعسين يا وح كم إذا ولا ليه لا عماش الشيطان كوح كم إذا بدعه إياه إياه ضدك الله يجاره ولا بدنا بيوس الصارن روحه بدعه لي ما دو وحان دين هين ضدك دين وقرنقة وحان دين هين دين كرنقة إسلام كان ضدك وقيره ولا بدنا بيوس الصارا استجو وبدعه النقطة أمتي بدعه بقرار يعني يحق بكيرية إياه بعضدي أيو مقرنا سو أمتي وقيره بدعه إياه بعضدي بقيره حق ضدك بكيرية ذنوبها صدحات وحويان إيه معصيات وإله ذي وحوي واتا تجاك أكله كل روح إلهي تيده حقيقة اللي إحنا دين تكفوا جادو وحوي لنا يا أم برضك إن كيسو مقلب لأذن هبي شيء هصي شيء برضك إن كيسو يطبع عدي سواح إنه قنصة تي ورابها يطجا اللي باها يشبلك يخبر تجاك ورا الصبوعي على رهضة وبرضك إن كي يذنوبتي يعني كدلنا يسي كل روح سمايو موقالك ويلانا يحبر تقاق اوكالي تاسينا وحاوي روح اوهو قان سما الشهوديسة تصالها حن اي شركيسة ومضي تصالها اوغو نقضة شركيسة حن كوند دالة سيدي شركا اي حمانتا اي وحا نفتيسة اي قرحيسي سودو اوهير قرين لها شهودي سهدي تهي ربيتان كأه تعالوشا يتفرشي قبه هدي تهي تفرشي قبه يتعالوشا بها هدي تهي روحا او نفتي سوه قاميسو او كل بس دي دونتو يهل كي دونتا اي او نقاشيسو إن يروح إن يرجع راله هذا وحن كبود عوان كهورن أخري إن يربى جراله أن دم بيجا صدحات بان لا يهي وحوي وطا دقاق هبر دقاق الروح يلنا أيه هبر دقاق وينو نقنا وينو نقنا أيه كي سوى وينه وحنا وحوقار صلا أنت كلا أيه وقار صلا روحنا مرق عدقن كعين كاسو كلو يلنا يا مركو إلهي كفو جادو عدقن كيسي وناكسنا يا إسلام كأو كل يحضو انتي كلا امتي كلا عداوات بو قاضية سيد اللباحة ايو شبالك ايو ورابها ايو حبر دقاق انت كسو حدا ايو عنان هدي عداوات منا عرى تمن هدي عرى تمنا محا ايمان ايه انو لي قدت كتاديو سيد اللباحة بقوة يرير ايو غادة يرير او اروغو مساكين تي ايادت كي طعفضة هيد الروحي كتو من ايه او مد بلا ترالاء ايو نقان ايه سيد او قيد باوحو ياشي لكن كي هبر توقع بويش هبر توقع كي سوحنا سيدي اوكال حوق الرويهين ايه كوه كلا ابروريان و ايه دلان
ruuxa dhaqanka yeeshaana inta ka soo hadhaysna cagtu marinaya wey ta afraadna waxa weeyaan waa dhunubul bahimiya wa dhunubta ka dhalata amba loo yaqaano dambigi xayawaanimadka ruuxi bila aadanka marku xaq ka leexdo wuxuu yeelanaya dhaqanka xayawaanka oo kale xayawaanku dambi ma leeyahay dadna in waa naga aragnayo iyagu waxbana kama xishoodaan waxa Allaah iyo waxay doonaan way sameeyaan damir malaha aqli male waxa soo wuxuu yahay ma yaqaanaan waxan uu ma garanaysa wuu wanaagsan yahay ma yaqaanaan waxay ku socdaan kulba rabitaankooda sidaas oo kale ruuxu noqonaya markuu xaqiiqo leexdo shahwadi waynu naqaanaa xayawaanku tee ma kala yaqaanatay dhashiyatay walaalaha ahaayeen iyo tii ku xiray iyo ma kala yaqaanatana ka xaraana tuu arkaba waa ka soo magaran soo saaranaya wanki ama urgigi ruuxu markuu xaq ka leexdo xumaanta ayuu dabeetan xumaanta uu ku talax tagana dhaqanka xayawaanimadka ayuu yeelanaya dabeetana wuxuu u hoggaansamaya inuu sharka naftiisu ay u qaxsay inuu hirgeliyo kuna dadaalo siduu u gudan lahaa shahwadiisi caloosha iyo tii farjiga ama xubinta taranka taasi haday timaadana waxa ka dhasha waa zino iyo tuugo iyo xoolaha agoonta oo la cuno baqaylnimadka oo ummada ku faafta shuxa iyo fulaynimadka iyo halaca iyo walafka iyo argagaxa intaasaa ka dhasha ruuxu markuu ilaalin waayo calooshiisii dadka ugu kibir xun waa adiga arko xooluhu markay dhargaan way durduriyaan geel wuu durduriyaa ama baraarka iyo waxaasuu ku durduriyaa wuu afdhoobyaalayaa labadii awr way isdilaan labadii qaalin way islaayaan inta kale way sariyataa inta ka soo hadhayna waa intaa waa saas iyo noocaasu kulan weyn iyaguna dadka haddaba ka kibir xun calooshu markay dheregto intay xejiso gaajadu dhergu ma xejiyo waxaa laga yaabaa ruuxu in badan inuu gaajada u adkaysto laakiin in yar haddii ruuxu iimaan qabta hadduu waayo wuxuugaa adduunana uu helo kibirka halkuu ka gaadhay yacna meel walba iga soo waraabi buu odhanaya ilaa xumaanta halka ugu dambaysa uu ka socdo waa kow inta ka dhalataana waa intaa kibirkii iyo dharagii waxa ka dhashay waa inay zina timaado markaasuu ruuxu zinaba ku dhaqaaqaya tuugo ayuu ku dhaqaaqaya iyo fooljari wuxuu ku dhaqaaqaya inuu agoonkii agtiisa joogay adduunkiisa dhaco bakhaylnimo ku dhaqaaqayaayo kolkii ilaahay maanta wax siiye warshalayba maadayna wax bixi garan maayo bakhaylnimo ku dhaqaaqaya iyo shuxa oo ka sii xeel dheer bukhliga iyo shuxu way sii kale xeel dheer yihiino shuxaa sii xeel dheer bakhaylnimadku waa ruux oo waxiisii haysta oo wixiisii ku mitinoo bixin waaya shuxuna waxa weeyaan tiisina wuu haystay tii ummaddu ay bixinaysayna daaya buu leeyahy war wixiina iska bixinine abaaraha soo socdee nin walba waxaaga hayso fulaynimadkii oo jihaad hadduu yimaado ama xaqa sheegistiisii kuma dhiiran karayo halac iyo walaf baa ruuxaa ku dhacaya adduun kasta ha la siiyo wax kasta ha la siiyo kol hadduu cayn kaa noqday ma dhargaayo walaf baa qaadaya iyo argagax macsida way qaybteedii saddexaad dad tiradii hore haddaynu ku soconno sidoo kale waxay u kala qaybsantaa kabaa'ir iyo sagaa'ir wanagana marka hore labay u qaybsantaa wixii laysfaray oo laga tago iyo wixii laysku diiday oo lala yimaado taasi haddaba macsiyada kol ah ti wixii laysku diiday oo laga yimaada iyadii baa laba usii qaybsamaysa tu kabaa'iroo waaweyn iyo tu sagaa'ira ta kabaa'irtee waaweyn waxay u baahan tahay toobo shuruuddeedu wadata ta sagaa'irteena waxaa kaa dhaafaya adiga oo ka toobad celiya iyada qudheed ka toobad celiya ilaahayna uga noqda dibna aan ugu noqon ibnu qayyim wuxuu leeyahay waqad dalla alquraanu wasunna arrinkaa qur-aanka iyo sunnuhuba way ku caddahay wayna inoo tuseeceen wayna isku raaceen qur-aanka iyo sunnuhu labaduba arrinkaa way inoo tuseen kabaa'irteeda iyo sagaa'irteeda waa quruuruxu laysku geeyey sidaa awgeed waxaa lagama maarmaana ilaan haddaad maalin walba soo qaado in dembiya maalin walbaad soo qaado ood maanta soo rarato iska roga dembiya
macharafad dambiya yareeba oo caawin aad ku darto buuro iyo waaraada dunuuba ilaahay oo inaga dhaafa mooyaan allah inaga dhaafe ayay noqonayaan marka hayaraysan teeda yaryar sida walaalayaar marka tahay hadaba maxay nagu waajiba waajibka in nasaarina maadaama la ino cadeeyay la ino sheegay xumaantu xumaanta ay leedahay macsiyadu waxay nagu jawaajay inaynu iskaga tagno oo inu faraha ka qaadno macaasida inaynu faraha ka qaadno walaalayaal teeda yar iyo teeda weynba maxaa yeelay waa shar teeda yar iyo teeda weynba waa shar waxaana waajib ruuxan waajib muslimka ah ee dariiqada saxda haysta ku waajiba inuu faraha ka qaado si uu u badbaado adduunye iyo aakhiraba badbaadadeennu waxay ku xidhan tahay innagoo macaasida faraha ka qaadna waddada xaqaa qabsanna si aynu aakhirana adduunyadana u liibaanno aakhirana jannadiisi aynu ugu guulaysanno isla markaana aynu ugu degdegno daacada xumaantana aynu ka fogaanno arrinkaasina waxa weeyaan waa calaamada lagu yaqaano ruuxa iimaankiisa ka run sheegaya dad badan baa iimaan sheeganaya laakiin iimaanku kuu ka dhabtan yahay waxa weeye waa kaa macaasida ka tegay waa calaamad ina tusasa ruuxaasi iimaankiisuunu iimaankii saadiq ahaa ee dhabtaa uu yahay ha u dhowaanin oo ha agmarin oo yaan lagugu arkin macaasida iyo dembiga naftaada ka badbaadi xumaanta naftaada ka badbaadi oo iska ilaali ilaa caalim alghuyub ilaa caalim alghuyub ilaa allaam alghuyub allaha waxa inaga maqan u cilmiga badan leh ee og in waxba qaybka ka ahayn ishaadu ha iska ilaaliso kamaradii ilaahay baa ku hayso kutubasa alladii laa yakfa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa allaha adduunya allaha ciriya dhul bad iyo berri waxba ayna kaga qarsoonayn ina rabbaka labil mirsaad rabbiga nabi allow wuxuu ku ummadda ugu jiraa heer dhabbagal buu ugu jiraa meel aanad iska arkeen buu ilaahay kaa eegaya in lam takun tarahu fa innahu yaraak adu haddaanad arkeen ilaahay waa ku arkayaa kamaradii ilaahay baa ku haysa fa inna rabbaka tacaala la shadiidu lghiira ilaahay hinaasihiisu iyo xumaanta suduu ilaahay uga xumaanaayo kolka ruuxu macsi la yimaado ilaahay waa ka hinaasaa oo arrinkaa waa diidaa sidaa awgeed giirada ilaahay iyo hinaasaa ilaahay marka macsi lala yimaado aad iyo aad bay u adag tahay taasina waxa weeye an ta'khudaka almacaasi inay macaasida ku qaadato ilna ruuxu markuu macsi sameeyo utu labaad sameeyo utu saddexaad sameeyo uu joogteeyo macaasidii baa u noqonaysa gaadhig uu saaran yahay iyo diyaarad kolba dhankay doonto ula duulasa ruuxiiba iyadii baa qaadata waa inaga nidhaahnaa waxaa la nin daad qaaday xunba cuskay waa nin daad qaaday oo kaleed marka dambe iyadii baa daad ku noqonaysaa haddii dambi daad ay ku qaadatana halkay kugu tuurasaa waa mahaalig iyo meel daran bay kugu tuurasaa mahalaka iyo meel daran bay kugu tuurasaa sidaa awgeed baa nebi maxamed wuxuu lahaa qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama laa axada aqyaru min allah laa axadun ruux ma jiro aqyara min allah ilaahay ka hinaasa badan ruux ilaahay ka hinaasa xumi ma jiro hinaaso xun yaan odhane ruux ilaahay ka hinaasa weyn ama ka hinaasa darani ilaahay ma jiro ilaahayna wuxuu ka hinaasaa wixii ilaahay uu ka xaaraantinimeeyey addoonku markuu la yimaado sidaa awgeed ayuu xarama alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan ayuu wax allaaliya waxa foosha xun teeda muuqata iyo teeda qarsoonba ilaahay uu xaaraantinimeeyey ولا أحد أحب إلى الله من المدح من المدح ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى وح إلهي وأما أنت كتش علي هنا ما شرته محايا لي إلهي حق إلهي أما أنت ومتيست وحق بقول لي شن سورة ضد أو قرآن كم إذا أي إلهي كبلا وفاتحة كوكتاي الحمد لله إلهي مركا wuu mutaystay xaqna wuu leeyahay maadaamuu mutaystay xaqna u leeyahay wuxuu ka jecel yahay in lagu mahadiyaa ma jirto waxa warinaya muslim baa warinaya
ruuxa walaalayaal macaasida ka taga ama macaasida oo laga taga waxay muujinaysaa ruuxa muuminka ee islaam ruuxa islaamka ee muuminka iimaankiisa dhabnimadkiisa muujinaysaa macaasida uu ka tagay haddaad aragto ruux macaasida ka fogaaday ka tagidaas waxay ina tusaysaa oo daliiliyo markhaati isaga u tahay ka rusheegu ka ran sheegay iimaankiisa alladhi saddaqa fa'filuhu qawla waka u fiilkiisu iyo qowlkiisu ay iswaafaqeen ilaa dad badan baa laba kaadhsito muuqaalkana iyo tushaana muuminiinta ugaag hoostana ku xaabinaya oo caawa ku xadaya imisa kabahay nagaga xaday masaajidka kiina la tukanay baa kabaha kaa qaadaya daba haddaad aragto ruux ka fogaaday xumaanta wanaaggana u ciiray oo wanaagga caadaystay xumaantana ka turkay wuxuu ruuxaasi ina tusaya iimaankiisu inuu iimaan dhammaystiran oo xaqiiqa ah oo kii la doonayay uu yahay qowlkiisa iyo ficilkiisana ay iswaafaqeen isla markaana ka turjumay iimaankiisii mar kale rasuulka ilaahay wuxuu lahaa sallallahu calayhi wasallam qaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam المسلم روح مسلم كمن ويان سلم المسلمون مسلمون تو يكبت بعدين من لسانه عرب كيس يو يدي قعنتيس والمهاجر كمهاجر كنا من وي هاجر كتغي ما نهى الله عنه رواه البخاري حديث كان بخاري با ورينايا و خو نبي جن ود غونين ليهي روح مسلم كي هو غان سمي وحا وي من وي من تاس و عموميه امر رك ها اهاد اما دمر ها اهاد أما كو يرها أهالو أما كو وين أما كو مضحا أما كو مجاء أما كو مالقبانا أما كو فقيرا كو طونو أفريكان نوعو طونو أفر تقاردود ميشو دونا هاتشوغي إيه بد يبري ميشو دونا هاتشوغي مسلم وحا لو يقانا روح عرب كيسي يعدود ديسي بالاقة بدبادي نكا مهاجر كالايدا هدانا وحا ويهي وروحه كقحي اي كفوغاداي اي مغرانسا كتلكي وخي الله يوديدي ولا ليال سدا ماركاي تahay معاصيدا او لغا تغا واجباي نوغ تاي كلغين انانو يرايسنو يينن كاغ دوغوانو ميدنا ماها مالن ولبن وين هورتاغنتي هبن ولبن وهورتاغنتي عربكو معصيبو سو جيريا كدكتونو معناه دو وا مخاي بين ها كو شيغي وخ بين لا يرا ها شيغي وا يهي مسكه حضو مع سيبي كو سو جيدا سوا ما هي ان وحن كو فكرتو وحن ان كو فكرتو اما اي غرانا ساين وحاتو وين ها هاتا اما تو يره ان وحن كو فكرتو اما دل ها هاتو اما ما غرانا سان عيب شكلها هاتو اما الله هي نغه بدبديه قال ما ها هاتو مسكه حضو وحبا موجرا سو مرايا yey ku soo jiidin ayadana ka fagow xooluhu layna siya waa imtixaan macsiibay ku soo jiidayaan hawo adeegsan wixii laga xaraantinimayay ee aynu adeegsano wixii layno baneeyay xalaala sida awgeed macsiwayn macsiido oo laga taga dhamaanteen ku yariyo ku weyn ku madaxa iyo ku magaran samicaa wadaad iyo waran laba waajib ay noqon tahay نك الله يرضى محمد ابن كعب القرضي رحمه الله وحول له يا شيخ عاصي ما عبد الله بشيء قد احب اليه من ترك المعاصي الهي لجمع عابد شيء ولجي احب وكجعل اليه من ترك المعاصي ولجد ما يدعن عباده الهي وكجعل اليه ان لو عابده معاصي لو لغا تغو إلهي عبادة وحو وجعل يه ومعصية الله لا تقو معصية الله لا تغانا وحي كينسا أو كفرسا تطاعدي ولا لي ماتو طاعدي ولا لي ماتو سهل ابن عبد الله رحمه الله شيخ السنة وحو لي هي أعماش وأعماش وناكسن كبار رجع iy ka faajirkeba way sameeyaan a'maashu wa wanaagsana a'maalul birri la yiraahdo wa ismun jaami'un lil khayr je ismiga birri la yiraahdo wa ismi koobsaday wanaag oo dhane waxa sameeyaa a'maashu wa wanaagsan
كي وناكسنا يكي فاجر كهابا ويسمعيا وادي غار كايو دي توغي اي مكانو كور رمان نييو مومن كيبا ميل بي اي مومن كي اما كي اي نكور رمان ني ايمان كي سكرنو شاقي ميل بي كودة تكنيا تو قلفتي سبا كولد تكنيا قاتل كيبا كولد تكنيا زاني كيبا كولد تكنيا مساد كي كولد شوغا مركاوحو اللي يهي أعماشا وأعماشا ووناكسن كي وناكسنا إيا كي حما بوي سميا حصي يشي وحا لغوك لتقي وحا وي ومعاصدة كمتقو إلا صديق بولي كي إيمانكي سكرن شيقي كي إيمانكو كردبي هاي كي إسلامكو كردبي هاي كي عبادتو أي كردبت هاي كاسم باكتقا معاصدة خير كوالا ودا سمينا يا لكن يا كتك يا وي حمان بل ادو ديبس كو نقرات كا ديب الرع بل هيستري كا يي سويال كا تاريخ ديب الرع وانا نوات سميسون حمان نوات سميسون ويسكر بي الله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى الى خير كهي نو بديه ددكو انتودا بدني وحي وبدنيين خلطوا عملا صالحا واخر سيئا وحيسكو برحان كي وناك سنة إياكو حمان وناك بالروح سمين إيا حمان نو سمين إيا تاسي وحي كرد على كي وناك سنة إياكو حمان أما الروح كتغي معاصدة والروح إيمان كيسا كن روشاقي سيداسو الشيخ سينا ليه رحمه الله عمر بن عبد العزيز خليف كرشانات رحمه الله وسنوحو ليه إن أفضل العبادة عبادته وقفل ذلك بدن له وحوي أداء الفرائض ووحي فرلها وهل كيدي الله يقول للي ماده أقول لقدته فرل كي يواجبات كي نصارها أو سيدي سيلو للي ماده هل كي إلهي كلك علي إلا لقلي ماده سيدي إلهي أجري أنبا النبي قيني محمد هاي نوت الصي أقول للي ماده واجتناب المحارم يحمان طولك الإراده وابن طابا محولي يا الله عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز ان افضل العباده عبادته او فضل قبضن له او ديقد بدن له وا وخي لين نفرای او اينو لا نمانن دمايسترو يي وخي لينو ديداي او اينو كفغانو ددك وان واناغسني هذا الكود ما كلا فوغا ميل واحد مودا وا اسكو فكر وا اسكو قول ميل بو يمسخ مديسن بو كسو بخيا محايل الدين إيه إيمان بامديي وطي وضا مريانو سيدا بيها معاني با إشا معانا يوغا صوبحان أي قلبقا إيمان كلي هذا الكام معاني يوغا صوبة بحيا. وقال يزيد الرقاشي رحمه الله شيخ خاسيس نوحو ليه هاي يا معشر شيوخ بولي أرورويني أضياشو تدكي أضياشا هذا الذين لم يتركوا الذنوب حتى تركتهم ee aan ka tagin dambiga ila iyadu ay ka tagto war odayaashi dambiga ku gaboobayo islaamii dambiga ku gaboobayo ee dambiga iska waday ee dambiga ka tagin ila dambigi uu ka tago wuxuu leeyahay hoogooda iyo halaagooda markay gaboobeen ayay tamaniyaan kolkay gaboobeen bay tamaniyaan allayaa nagu celiya xoogayagi ha tamaniina buli ha tamaniina أيُّ اللي لا يتمنون أن يعود لهم القوة عليها حتى يعملوا بها وحبي يتمنين هو قودة كل كجبوبين أو أين أرنن يا نجوع اللي يحوق يجي يدلنا نيرمت كي جا أن نصل من أي إمك أن نصمين واتقنين واتقنين أيُّ كب حين يوح اللي هاي أنت الحوق تهيدلنا يرتط هينت كجبوبين أنت هذا هدو aanad burug buruglayn xoogaaga iyo taaqadaada iyo awooda iyo shidaalka ay kugu jiray ilaahay kugu shubay ka faa'iideeyso dadkan uga faa'iideey aqligaaga cusub diinta ku baro oo ku xifti mimrigaaga cusub xoogaaga diinta uga faa'iideey ka faa'iideeyso dhalinyarnimadkaagana ka faa'iideeyso sida ogeed ba nabigu wuxuu laa alayhi salaatu wa salaam qiyaamaha ruuxu ilaahay horti ka dhaqaaqi maayo hatta yusalaan 40 إلى أفر شيء اللي ويديه لبقي سود بقى لقى يمد عمرقي مالكي بقى اللي ويدينا إياه هلكو كب هلكو مقرنا ساكس وشقيسي هلكو كب حيي
علمي جبال لويدين يا محاوك عمل فلي انت برتي ماها لكن وحي وبرتي انتو فلي ويا لان يرمت كنا ولويدين يا عن شبابي شباب لان يرمت كم حاط كل ما يس وحلي روحه وحبضن وحسن كرو هاتو حق ورقاقه يا بعض الكلمة دي هاتو لبدا جيسوت كي ورقاقه وحبضن ايو قبن كرا كودهان عمر جيس بها تنا الله صو يا الله صو من قرن صاف ميري وحليلي ها عمر جيل لجوسيي ما حد كوسو جبوا شيء سي لبقى صوت عمر جيل دل يرد متكنا ولا قيم ده حقه وراء آخر كيو حق دم أنا ولا قيم سيدا أوجد ولا ليال عمر جيل نسيي أو يسكت جابا والنبي يقول لي عليه الصلاة والسلام وما تيد عمر جيدو واللحدنية الطبات أنت ورد حيسا عطر ضافتان ويس كبيرتهاي وحلي نجد دون يا إني نكفي دي سنو ساعد والبوين صامر طابا وحين الله ذهاي خرائي ما درك دي من يارك مسلي كفاي دي سو وانا اللي نوي دين دونا للكا ينو كدل تاغن هاي آخرا وحالا يا للكا ايا آخرا حالا يا وحبنها اقا حالا يا يوما اذن تحدثو اخبارها وحي للكا حالا يا آخرا وحو اما كوين الله حالا يا وين انا وقين الهي بان نوس اخرا حتى ينو كلوين نكو سيحانا كلوين نلسانا كلوين نكو شقيسانا وكاسو إلهي باي نوغوغلي مركان لما دونا ايو للكا إلهي نوس اخري لي نوغوغلي تشيس خير مو ياني إنا نشار كو سمينو لما دونا ايو إن بضن بوين الله الله يا نغان مغلين ويحو لي إن بضن باتو شايدة كو عيارتي والله هوستي دا توقلي إن نغو يرلوكو واي سوران نحي مركا وراي ساقالي نغا أبوري إساقان لي نغو آسيا إساقان لي نغا سوصاري منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى culimadu waxay yidhaahdeen walaalayaal ruuxu uu sameyn kara taaco hatta ki maskaxda yara ama iska ba fududa ama iska safiyaha uu sameyn kara taaco laakin cidda ka taga samacsiyo guudahan waxa weeyaan waa ruuxa wanaagsan ee ilaahay wanaajiye allah ay naga dhigo hasan al basri wuxuu leeyahay isaguna ilaahay ha u naxariiste وحول يا ابن آدم إن النبي آدنو كتجتانك لقط دنبجة أيسر وحي كف ضده من طلب التوبة أديق هردو توبة طي طيح وطلع هذا الصومال دواي ترى عربتوا يكون مع ماضو الوقاية خير من العلاج مرك هراء أديق ويس إلى عليا ايا وحي كفي عنتي هدو انت تستوين لهيد وحي كفي عن ضمرك وراي السلالية وحي كلية هذا حسن البسري هدو انت طوبة 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 دوران لهيد وحي كاقوان اكسن اذيقو مرك وراي دنبك كتاك يقفك يخد يعضي اسك كتاك ولا الله ايا ولا وقت قوي نقا قابن وين سوق قبا قمين دون اير باي نوحر دي وحي كلية هاي وين سورنا معصيه ان لغا تغا وا شيء واجب او ادونك كو لازمتي مركزتا او قاديس اودن وانا ميد لغا دونا اي روح نفتيسا اي شيطان انو لا تغالمو وانا جيدي ان غوين انت نفتو كو جيرتي ان اد ماغرانسا جيدي بين كو جيرنا دوين جيدي بين كو جوغنا نفيا شيطان وا اسكو كابا هايستين انو لبدا walla tagalanno hadii uu adoonku ama ruuxu labadaasi yaana kam mooganaado naftii xumeyd waxay ugu yeerasa ila waa mid iyada xumaanta lagu meeriyay xumaan bay ugu yeerasa iyo ficiladu xumeyd inay sameeyo hadii ay ka heshana naftu dabeetana qaflad iyo daganaan ay ka heshana way ku qaadanaysa sida daadku ruuxa u qaato ayay macaasid u qaadanaysa dabeetana ay ku tuurasa maalakada aynu ka soo waranay شيخ الإسلام روح لي ابن تيمية رحمه الله روح مؤمن كي أرن كائن صور شجني إنه قاطه أيوب هني لجنة دنيا محايا لي إلى أنت نفتي سو أي كب قان سوي هو جان سمسو إنه نفتي سايا شيطان جهاد كله شرو إلى نفتو أي كلا ليمسو أو حمان تاي كتشوك سنسو إيه هو ذا إيه ربيتان كذا أنت كتشوك سنسو محايا لي نفتو مرة البوي دونسا نفول بوي دونس لكن دوني تان كان لغو عقابي مايو إلا حمانتي أي راعضو دبيتان أي عمل سميسو بل كتاكي تان كاو كتاكي
intay nafti xumaan doonto intu ka hor joogsaday uu ka tagay ayaa hee ajar iyo abaal loogu qoraya ka tagidda iyo xumaanta naftiisa uu diiday. Naftu walaalayaal waxay kugu hoobinaysaa ama laynaga doonayaba waxay kugu wada waa xumaanta inaynu ka hor joogsanno oo wax allaaliya waxay nagu wado aynu u diidno. Sidaa awgeed markaad xumaantii u diidda nafteed ka hor joogsato, ka hor joogsigaasi cibaad u noqonaya iyo camal saalixa. Nabi Muxammedna waxaa ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi, almujaahidu man jaahada nafsahu fii dhaatillaah. Ruuxa mujaahidkii waxa weeye waa ninka naftiisa ku layliya ee naftiisa kula dagaalamee bara weynaanta Ilaahay, wanaaggana fara sida naftu ay xumaanta u faraso isagu wanaagga fara, xumaantiina ka hor joogsada, ummaddiina ugu yeedha, sidaa dabeetana ku socda siduu wanaagga u samayn lahaa xumaantana uga hor joogsan lahaa. Arrinkaasina waa arrin inagu waajiba, waa arrin waajiba inagu waajiba weeye, waana acmaasha ugu fadliga badan leh inuu ruuxu naftiisa la jihaatamo uu xaqa ku sabro xumaantana ka sabro. Mar kale wuxuu leeyahay walmuhaajiru man hajara sayi'aat, ninka muhaajirka waxa weeye waa ninka xumaanyaalka xumaha maha waa xumaanyaalka iskaga tegay ee ka hijrooday, kaasaa la yidhahdaa muhaajir la yidhahdaa, iyo qaxoonti kaasaa la yidhahdaa, waa nin qaxay xumaan buu ka qaxay xaqiina wuu qaxay. Sidii nabiyullaahi ibraahim uu lahaa innii muhaajirun ilaa rabbi, waddankiisii markii uu ilaahay ku caabudi kari waa gees laga wada noqday ee xataa aabihii iyo dadkii uu ka dhashay dabay ku rideen ilaahay ka badbaadiyey uu ka qaxay meeshuu ka tegay. Dad xun iyo dal xun buu waa laga digay rogtaaye, dabeetana wuxuu tegay dhulkaa wanaagsan buu tegay oo ilaahay ku badbaadiyey ardushaam iyo khaliijul carab, halkaa la yidhaa jasiiratul carab ayuu tago, waa kii xaramka ilaahay dejiyey, halkii ugu sharafta badnayd baaba loo dhibu dhisay. Macaasidoo walaalayaa laga tagaa midho wanaagsan baa ka dhasha. Macaasi ruux markuu la yimaado camriga ilaahay u dheeraya, camalkiisa ilaahay ma garanaysaa, camalkiisa ilaahay u limin laaba, adduunka cuudka ilaahay u barakeeya, dhan walba walaalayaal waxaa ka dhasha kolka lala yimaado, yacnii kolka xumaan laga tago midhaha ka dhalanaya waxa weeye inuu ruuxu helo raaxo tiibu nafsi inuu helo waaye, iyo macaanka iimaanka inuu helo oo cibaadadi ay ku macaanaato. Haddii aanad ka tegin macsiyada iyo xumaanta weligaaba cibaadayso, cibaadadaadu waa booshaaqun, dhadhan ma leh. Haddaad aragto ruux yacni kulna cibaadaysanaya kulna ma garanaysa xumaan samaynaya, weli ma hayo cibaadada dhadhankeedii, ma hayo dhadhanna u samayn mayso. إمام كالرا الإمام ابن جوزي رحمه الله وحلي ولو أن شخصا ترك معصية لأجل الله تعالى روحه هضو معصية إلهي درته وقتقه وحو أركيا مرهد وأركيا مرهد وأركيا وذلك إذا فعل طاعة مركو طاعة سمايان مرهد وأركيا معنى هذا أيو أركيا معنى كالله إذا أيو إمام القيم ليه يساقنا وكاكو لدو أيو ليه وحو ليه إن الأبرار الله في النعيم مركو فسيرايي وإن الفجار الله في الجحيم تدك ووناكساني نعموين بي كسو جيهين كوا حنحو من الجحيمي كسو جيهين وحو ليه هاي يقول وحو ساقو ليه لا تظن هاو ملين لا تظن هاو ملين أن قوله تعالى إلهي سرهي هذا الكيسي ويري إن الأبرار الله في النعيم وإن الفجار الله في الجحيم مختص بيوم الميعاد فقط إن الجار كتا هاي nicmadaasi kuwa sameeyay wanaagga inay nicmadaasi ku gaar ku tahay maalinka qiyaamaha ama aakhiro inay taa gaar ku tahay uu u malayn, bal haa ulaa'i fi na'iimin fi dawrihim athalaatha, dadka taacada wanaagsan sameeyay saddexdii marxaladood ee ay mareenba nicmay kaga sugan yihiin. Saddexda marxaladood waxa weeye waa adduunyadan ilaa waa marxalad aynu marano, nicmuu ku sugan yahayoo ruuxii waa ruux janna iskaga jira, walow wax yarba ha helo cunto ah wabiyuu dhargimba in yaro gaajadu iskaga biyo hadduu helo, xumaanna uu ka dheeraado, cibaadadaana ilaahayna uu la yimaado, ruuxaas raaxatu iyo irtaax buu ku sugan yahay. Marxaladda labaadna waa caalamul barzakhu, markuu dhinto ruuxu markuu dhintay uu naftu ay sidaa uga baxdo qiyaamihiisu markaasuu bilaabmaya, man maata faqad qaama qiyaamu, ruuxu markuu dhinto ilaa laba qiyaamaa jira, mid caama iyo mid khaasa, midka caamka waa ka aakhira lasoo wada saarayo la xisaabinayo,
مدك خاص كنا وكان روح البقار كوهاو سيدان النبي قول شيء وحده روح مرك ودنتو قيامي سو بلابيا مرك كاسا سواش لقوا بلابيا إن كان خير أدوية هاي مقرنا صا كونا أحسننا هل كاسو ددت كونا أحسننا بالي طاقته إلى هل كوقفوا ريا هل ألقاك بركب الله واسعين ريا والله إفتي من ريا هل كاسو راحة كتيريا كي كلام السيد عكس جد ويانو قبر جبال لجوع عذابية أو لجوع عقابية أو بدد وحلا لا لا دعية إن صار بضم ملايك تو إلى دعية مركو التوحيد كي جرم وايو إلهي يرسول كزي الدين تيسو على مركو الودي مركو كسب بيح وايو لا آيرة يلا أدري مركو ده هذا أيه دب يتنكال بوا بيانه لا دعية دور كص قدام بيانه ودور كاتشنا ده مركو هم ملاينين آيات ومعناها كهذا صاين آخره كلية هاي وصدح ذا مرحلة الدنيا ذا إيه حبارها وعالم البرزخ إيه قيامها وحي كذا من صدح ذا مرحلة بدت كم وناكسني وحي كسر جين النعمة وأي لذة النعيم في الدنيا أضم من بر القلب والنعمة ذا كون أكسني نفط هذا أورا حي سطوام حي أعرير يعيل يحاران يحمان يه حقد بكبح ذا إيه سلامة الصدور لا بتأكل نبض قشوا عد بقلبك أنا ذو حبه وجهين ومعرفة الرب ربي قاعد برتو سحق ربع عضو برتو ود إلهي الله صاحبته حمانتي سمر كات كديراتو وحكود إذا نات كديراتو وحي وكفرنا الله تماتو إلهي بعد الله صاحبتي محاك وناكسن إلهي ولا الله صاحبه الله برتو تعالى الله شعلاته إلهي وشعلاته محاك وناكسن سببنا وحي أوت نقطها إنه إلهي كشعلاته والعمل على موافقته تبعتنا لا شقي العمل سميه موافقة إلهي كوافتي لقى شكر نقاه أفلا أكون عبدا شكورا وهل يعيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم وما عيش باتر بوكور ربا إلا قلب كواناكسا قلب نبات قلي الدنيا دي قلب كور نبات قلي من نلال كواناكسا باترتا وان حاران إيا حماني منا أكتادول إلهي وحو لي سبحانه وتعالى قياما مركو كسو الرمي ها إلا روح اللي ماد إلا روح اللي ماد بقلب سليم كاسم بان نبات قلي عدة آخرة نبات قلة سوايو وعدة لطمة قلب السليم هو محوك نبات قلة شرك بو كنبات قلة حمان ورنب بو كنبات قلة كنبات قلة يا واكا إن شاء الله تعالى إلهي وحي نكبرينا إنو إنا قردقو وحالو شيقا يكو يكو عمل فلا إيقاتا وددي النبي محمد كردعا آدوني إيا آخرية صدح دام برحاول شيقا ينا كوين نعمة إيا برارها كون أولاد حمان تنا إلهي وكردرايو دبيجان يكي ولد كان الله ضافو إلهي وحنو كبرينا دلك يد دنيا بين النو وناتيو سبحان ربك.